السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف الترم الثاني شابتر 2 او الفصل الثاني shade for a beetle يعني الظل for a beetle للخنفساء، وده طبعا شابتر 2 في المحور الثالث اللي هو how the world works، كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه مستر شيد فور ابيتل؟ يعني ايه الظل للخنفساء؟ ايه معنى العنوان ده؟ هو باختصار يا اصدقائي في ستوري صغيرة او قصة صغيرة، المفروض ان انتوا تسمعوا جزء منها مع كل درس في الشابتر ده. القصة دي خاصة بليتل بيتل. ليتل بيتل او خنفسة صغيرة، هي الحقيقة هي ذكر خنفس صغير. الخنفسة دي كانت عايشة في المدينة وعايشة في شوارع المدينة، وبتشوف المباني الكبيرة بتاعت المدينة والعربيات او السيارات في شوارع المدينة، قد ايه الطرق خطرة جوه المدينة. حتى اقدام الناس كانت هتدهسها وهي ماشية في طرقات المدينة المزدحمة، فقررت فجأة ان هي تسيب المكان الزحمة ده وتروح تعيش في مكان واسع وما فيهوش ضوضاء وما فيهوش خطر بالنسبة لها كبير. فأنا هقرأ لكم أول جزء الخاص بالليسون 1 أو بالدرس الأول، ولما نيجي ناخد ليسون 2 هقرأ لكم الجزء الثاني علشان تبقوا عارفين إحنا بنتكلم عن إيه. فأول حاجة الكلمات الجديدة في الكوفر بتاع الشابتر هنا shade يعني ظل، و for يعني لأجل، a beetle اللي هي الخنفساء. والستوري بتقول يا أصحابي The little beetle أو الخنفساء الصغيرة Once upon a time يعني في يوم من الأيام أو كان يا مكان A little beetle left his big city home. خنفس صغير ساب بيته في المدينة الكبيرة. The busy streets الشوارع المزدحمة with fast cars بالعربيات السريعة were not safe اللي ما كانتش فيها أمان خالص. The sidewalks الأرصفة with many people walking اللي كان عليها ناس كتير ماشية were also not safe اللي كان برضو ما كانش فيها أمان خالص بالنسبة له. The little beetle did not want الخنفس الصغير ما كانش عاوز. The little beetle didn't want ما كانش عاوز ايه بقى؟ To be squashed يعني ما كانش عايز يسحق، ما كانش عايز يدهس، كان خايف على نفسه ان حد يدوس عليه ويسحقه او يدهسه. هو قرر to find a nice ان هو يلاقي nice wide open space. nice يعني لطيف، wide يعني واسع، open space ومكان مفتوح، to live علشان يعيش فيه. so he started walking علشان كده هو started walking هو بدأ ان هو يمشي ويبحث عن المكان ده. after long walk بعد مشي طويل he arrived in the desert هو وصل للصحراء. He looked around هو نظر حوله. He didn't see cars هو ما شافش أي سيارات. He didn't see people's feet هو ما شافش أي أقدام للناس، ما كانش في ناس ماشيين حواليه. He felt safe هو شعر بالأمان. بعد كده حصل إيه؟ He looked up هو نظر لأعلى at the sky في السماء and so ورأى a big around yellow and orange circle. a big يعني كبير، around مستدير حاجة كبيرة ومدورة، yellow صفراء and orange وبرتقالية circle دائرة. بص في السماء لقى دايرة كبيرة
لونها أصفر في برتقالي. What did he see؟ يا ترى هو رأى إيه؟ فإحنا عايزين طبعا نتعرف هو رأى إيه، وإحنا عارفين إن هو شايف الشمس، وده الحاجة اللي هو بيواجهها دلوقتي. هو ساب المدينة وساب الزحمة والطرق المليانة بالناس وبالسيارات الغير آمنة، وبيبحث نفسه عن مكان ما فيهوش أي خطر. فراح فضل ماشي، وبعد ما فضل ماشي شوية لقى نفسه في الديزرت أو في الصحراء، والمكان واسع وجميل. فبيبص حواليه ما لقاش أي حاجة بتهدده، بيبص في السماء لقى حاجة مدورة وكبيرة لونها أصفر في برتقال. تعالوا بقى نشوف الدرس الأول بيقول إيه. وليسون 1 أو الدرس الأول في شابتر 2، وعنوانه The Sun. The Sun يعني الشمس، وده طبعا في بيج 21 أو صفحة 21. فمكتوب هنا Using، مستخدما، Art Materials، أدوات الفن، أدوات الرسم طبعا اللي انت بتستخدمها. Create يعني انشئ. A detailed picture، صورة، detailed مفصلة، صورة مفصلة، of the sun، للشمس. اعمل صورة جميلة للشمس فيها تفاصيل الشمس، شكلها ايه ولونها ايه. Complete، اكمل، the sentence، الجملة، below، بالاسفل. يبقى مطلوب منك هنا ان انت ترسم صورة للشمس ويكون فيها بعض التفاصيل الخاصة بالشمس. فانت هترسم هنا الشمس، وبعدين هتعمل complete او هتكمل الجملة الموجودة باسفل البوكس ده او the sentence below. وهنا هنكمل الجملة دي بكلمة واحدة بنوصف بيها الشمس. احنا ممكن نوصف الشمس بايه يا اصحابي؟ طبعا الشمس هي مصدر الدفء، هي مصدر الدفء على الارض، هي اللي بتبعت لنا الحرارة والضوء. يبقى الشمس hot، ساخنة. الشمس زي ما البيتل شافتها yellow، ممكن كمان نقول عليها اورنج، يلو او اورنج، صفراء او برتقالية. الشمس كمان ايه؟ big، كبيرة. والشمس كمان ممكن نقول عليها ايه؟ circle، مدورة، دايرة. ففي كلمات كتيرة ممكن نوصف بيها الشمس. فاحنا هنا هنرسم صورة الشمس بشكل جميل زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنكتب هنا the sun is، الشمس هي. هنقول مثلا ايه؟ شاطرين، اورنج، او يلو، او هوت، ساخنة. تمام. والكلمات الجديدة هنا طبعا using يعني مستخدما، materials المواد، create انشئ، detailed مفصل، picture طبعا يعني صورة مرسومة، و sun يعني شمس، complete أكمل، sentence الجملة، below بالأسفل. و page 21 هي الدرس رقم 1 أو lesson 1 في chapter 2. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل ل lesson 23 أو صفحة 23. ده طبعا لان lesson 22 كانت فاضية، هي بيج فاضية ما فيهاش اي حاجة. و lesson 23 هي lesson 2 او الدرس الثاني في chapter 2. وزي ما وعدتكم من شوية ان احنا مع كل درس جديد لو في جزء خاص بالليتل بيتل او بالخنفسة الصغيرة اللي احنا بنتكلم عنها الفصل ده، انا هقرأه لكم وهقوله لكم وهقول لكم معناه ايه كمان. فهنا الجزء بتاع الليسون ده بيكلمنا ازاي الليتل بيتل او الخنفسة دي وهي موجودة بقى في الديزرت او في الصحراء اللي هي وصلت لها، لقيت ان الشمس حواليها بتسخن المكان، بتسخن الاسطح اللي موجودة في المكان، الاسطح اللي هي الارض، زي مثلا الرمل اللي موجود في الصحراء. الشمس طبيعي لما بتطلع في أي مكان يا أصحابي بتسخن المكان ده، لأنها بتبعث بالضوء والحرارة زي ما احنا قلنا من شوية. فطبيعي لما الشمس بتسخن المكان بتسخن الأشياء اللي موجودة في المكان ده، فبتخلي الأرض بتسخن،
بتخلي المباني بتسخن، بتخلي الأشياء اللي حوالينا hot ساخنة. فهنا الليتل بيتل دي وهي في الصحراء ما كانش حواليها حاجة خالص، بس هي ماشية على الأرض. الأرض في الصحراء فيها إيه يا أصحابي؟ فيها رمل، والرمال بتكتسب الحرارة بسرعة لأن في أنواع مختلفة من الأرض. في أرض فيها رمال، في أرض تانية ممكن يكون فيها عشب، العشب ده ساعات بيبقى جواه مية خفيفة بتخليه ما يسخنش بسرعة. في أرض زي البني آدم عملها أو المان ميد، أو اللي هي من صنع الإنسان مان ميد، اللي هي بتبقى زي الأسفلت والأرصفة اللي احنا بنمشي عليها في الشارع. ففي عندنا أنواع مختلفة من الأرض أو من السيرفس. سيرفس يعني أسطح. الأرض الأنواع المختلفة دي في منها اللي بيكتسب الحرارة بسرعة بتاعت الشمس زي الرمال، الرمل بتسخن بسرعة. حتى لو انتوا بتروحوا في البحر في الصيف هتلاقوا الرمال اللي عند البحر بتسخن بشكل رهيب لو انتوا مش لابسين حاجة في رجلكو. برضو الأسفلت أو الطريق اللي عمله الإنسان المان ميد اللي في المدن والشوارع بتاعتنا بيكتسب الحرارة بشكل سريع، فبرضو ما يحدش يقدر يمشي عليه مثلا من غير ما يكون لابس حذاء. لكن العشب مثلا بيبقى جواه مية بيخليه ما بيسخنش بسرعة، بيعزل الحرارة بشكل من الأشكال. ممكن تاني ممكن لو في سطح معدني، أرض من المعدن دي هتكتسب الحرارة بشكل أسرع منهم كلهم، لأن المعدن بيكتسب الحرارة أسرع من المواد التانية، علشان كده حتى أدوات الطهي بتبقى من المعدن. فخلاصة الكلام، الأسطح أو الأماكن أو أنواع الأرض اللي احنا بنمشي عليها مختلفة في درجة اكتسابها للحرارة. في نوع بيكتسب الحرارة بسرعة زي الرمل وزي الأسفلت وزي المعدن كمان، لو في أرض معمولة من المعدن أو سطح معمول من المعدن ما نقدرش نمشي عليه في الشمس. وفي أسطح ما بتكسبش الحرارة بسرعة زي الأرصفة اللي الإنسان عملها، بيبقى فيها نوع من أنواع المواد العازلة زي الأسمنت ومواد تانية جواه بتمنع اكتساب الحرارة بشكل سريع، بتبقى متوسطة. وفي أسطح أقل اكتساب للحرارة منهم كلهم زي العشب أو الجراس، ده بيبقى جواه مية خفيفة فبتخليه عازل للحرارة شوية. فهنا بيكلمنا عن الأسطح اللي ممكن تكون موجودة في ضوء الشمس ودرجة اكتسابها للحرارة من الشمس دي. طب ايه علاقة ده بالبيتل اللي احنا بنتكلم عنها يا مستر؟ هقول لكم بقى الجزء بتاع الستوري وبعد كده نشوف ده علاقته بالبيتل او بالخنفسة دي ايه. الستوري بتقول ايه هنا؟ The little beetle saw the sun. The little beetle saw the sun shining brightly. Little beetle saw the sun يعني شافت الشمس. Shining shining بتشرق. Brightly بسطوع. الشمس بتطلع الصبح. ده اسمه شروق الشمس. Shining يعني بتشرق. Brightly brightly يعني بسطوع بضوء جامد. In the sky في السماء. The little beetle felt sun's warmth on his body. The little beetle ده حس ان الشمس بتدفئ جسمه، بتملى جسمه بالدفء. The sun made him feel very hot. خلته شعر ان هو very hot، سخن جدا، حس بالسخونة وبالحرارة. His little feet اقدامه الصغيرة were standing اللي كانت واقفة on the sand على الرمال. The sand started to feel very hot. الساند بدأ الرمال بدأت تبقى سخنة جدا very hot. He quickly هو بسرعة looked around نظر حوله for another surface. For another surface لسطح تاني، الأرض تانية يقدر يقف عليها. To stand on ليقف عليها. He looked for هو بحث عن grass عشب. He looked for هو بحث عن dirt طين أو أوساخ من اللي بتعيش وسطيها الخنفساء. He looked for هو نظر هو بحث عن sidewalk رصيف
من الأرصفة اللي كانت موجودة في المدينة اللي هو عايش فيها. He didn't see grass، هو ما شافش أي عشب، ما شافش أي grass dirt، ما شافش أي dirt أو طين أو أوساخ، or a sidewalk أو حتى رصيف nearby بالقرب منه. Where he could stand، أين هو يستطيع أن يقف؟ That would not feel as hot as the sand. That would not، اللي هو مش هيكون السطح اللي مش هيكون feel بنفس سخونة، feel as hot بنفس سخونة as the sand، الرمال اللي هو واقف عليها. فطبعا هنا بيقال لنا الجزء ده، والمفروض يا أصحابي ان انتوا في الكلاس روم او في حجرة الفصل التيتشر بتاعكو يحكي لكم جزء من الستوري دي، لان ده طبقا لدليل المعلم مع كل درس خاص بالبيتل بتاعتنا او بالخنفسة بتاعتنا في الليسون ده. فاحنا كده عرفنا الجزء الخاص بالصفحة دي من الستوري الجميلة دي، وعايزين بقى نشوف هو بيطلب مننا هنا ايه. فهنا بيقول لنا surface، surface يعني سطح، for a beetle للخنفساء. فبيقول لك اعمل سطح بقى للخنفسة دي تقف عليه، surface يعني سطح، for a beetle سطح للخنفساء. draw ارسم a picture، picture صورة، of surface of a surface لسطح، ارسم صورة لسطح. that will fill اللي سوف يكون الشعور، the coolest أبرد، coolest يعني أبرد، under the beetle لتحت، under يعني تحت، the beetle الخنفساء هيديها شعور هيديها شعور أبرد تحت الخنفساء. label ضع الاسم المناسب، the surface للسطح ده. فهنا الشمس موجودة والبيتل واقفة، فبيقول لك هنا draw a picture، ارسم صورة، of a surface that will fill the coolest under the beetle، label the surface، ارسم السطح للخنفساء دي شعور بالبرودة اكتر تحت منها طبعا، وبعدين label the surface يعني اكتب الاسم المناسب للسطح ده. فاحنا ممكن نرسم لها سطح يا اصحابي، ممكن نرسم لها grass تحت منها، عشب دي يبقى موجود تحت منها بحيث ان هو يخليها ما تشعرش جامد بحرارة الشمس. وهنكتب هنا على الدوتس تحت البوكس ده ايه، grass. وممكن برضو حد تاني فيكو يكون عنده فكرة تانية لسطح تاني تقف عليه البيتل ده، بعد كده يكتب اسم السيرفس ده تحت الصورة هنا. وهنا مفيش اجابة نموذجية، انا عايزكم تتخيلوا بس، لان انا بحكي لكم الستوري الجميلة دي وبقول لكم المطلوب مننا هنا ايه، وفي الاخر انتوا اللي ممكن تجاوبوا اجابات مختلفه، ممكن حد تاني يشوف اجابه تانية. المهم ان احنا ننقذ البيتل بتاعتنا دي من الحراره اللي الشمس بتاثر عليها بيها في الصحراء دي، ونكتب كمان اسم السطح اللي هي هتقف عليه هنا. والكلمات الجديده هنا surface، surface يعني سطح، for لاجل، beetle خنفساء، draw a picture ارسم صورة، of a surface لسطح، that will الذي سوف، fill the coolest يشعر بالبرودة، under تحت، the beetle الخنفساء، label ضع الاسم المناسب، the surface لهذا السطح. واهم حاجة ان احنا نبقى عارفين يعني ايه beetle يعني خنفسة، لان ده اسم الفصل او الشابتر اللي احنا بنذكره. تمام يا اصحابي، فاحنا هنا بنتعلم ازاي نفكر مع بعض ونتخيل، ونعرف نحل المشكلة كمان، لو في مشكلة قدامنا نفكر في طرق لحل اي مشكلة بشكل سليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا، ونوصل لبيج 24 او صفحة 24، وده lesson 3 او الدرس الثالث في chapter 2 او في الفصل الثاني. وهنا مش هنتكلم عن البيتل بتاعتنا او الخنفساء بتاعتنا، هنا بيكلمنا عن الساني داي، ساني يعني مشمس، وداي طبعا يعني يوم. فهنا بيقول لك on a sunny day في يوم مشمس، on في a sunny day يوم مشمس. بيقول لك circle ضع دائرة حول، the pictures الصور، that show اللي بتوضح، children الأطفال،
on a sunny day في يوم مشمس. وهنا مدينا زي ما احنا شايفين مجموعة من الصور، المفروض فيها مجموعة من الشيلدرين او من الاطفال، عايزين نعرف اي صور من الصور دي الاطفال موجودة فيها في يوم مشمس. طبعا اليوم المشمس يا اصحابي بتبقى الشمس ساطعة وجميلة، وبالتالي بتبقى الدنيا حر، بيبقى الجو حار وبيبقى الجو هوت سخن. فاول صورة هنا مثلا اصحابي موجودين في حمام السباحة او في السويمينج بول، والشمس مشرقة، هي باين في الصورة ان الشمس منورة الدنيا حواليهم، فده طبعا ساني داي، فنعمل حواليه سيركل. طب هنا اصحابي الارض فيها مية كتير والمطرة كانت ممطرة، وهم حتى ماسكين في ايديهم امبريلاز او شماسي، فهنا طبعا ده مش ساني داي خالص، فاحنا هنا مش هنعمل سيركل. طب تالت صورة هنا الشمس طالعة واصحابي بيلعبوا وبيجروا، حتى لو الجو ما كانش سخن قوي لان هما لابسين هدوم تقيلة شوية، بس الشمس مشرقة، فده ساني داي، فنعمل حواليه سيركل. طب صديقنا ده واقف في المد او في الطين الكتير ده ولابس هدوم تقيلة قوي لدرجة ان هو مغطي دماغه كمان، والشمس حتى شكلها مش واضح في الصورة بشكل كبير، فده مش ساني داي خالص، فمش هنعمل حواليه اي سيركل. يبقى نعمل حوالين الصورة الأولانية سيركل بتاع حمام السباحة، والصورة التالتة بتاعة الأطفال اللي بيجروا في الجاردن أو في البارك دي سيركل. وبعد كده أصحابنا هنا بياكلوا الآيس كريم أو المثلجات ولابسين هدوم خفيفة والجو شكله حر حواليهم، وهنا الآيس كريم حتى بدأ يسيح منهم، فده ساني داي واضح جدا، فنعمل حواليه سيركل. واخر حاجة اصحابنا هنا برضو بيلعبوا الكورة او بيلعبوا فوتبول ولابسين هدوم خفيفة، والشمس واضح حواليهم ان هي طالعة ومنورة، حتى في ظلال للاشجار في الارض، فده ساني داي برضو، فهنعمل حواليه سيركل. وبكده احنا عرفنا البيكيتشرز او الصور اللي بتوضح الساني داي او اليوم المشمس، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 25 او صفحة 25، وعنوانها My Weather. Weather يعني طقس، Report اللي هو تقرير الخاص بحالة الطقس. يعني انا لما اجي اقولك في اخبار اللي بتيجي في التلفزيون عن حالة الطقس بكرة الدنيا هتبقى برد، ممكن اقولك تقرير تاني عن حالة الطقس النهاردة او الجو النهاردة الجو هيبقى حر او مشمس، فده اسمه weather report. weather يعني طقس اللي هو حالة الجو حوالينا، وreport يعني تقرير. وطبعا هنا احنا بنتكلم عن اليوم الصاني او المشمس، لان احنا هنا بنتكلم عن الصن في الشابتر ده، فاحنا المفروض هنوصف يوم مشمس وجميل. وعايزين كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان الطقس او حالة الطقس اللي احنا بنعرفها عن طريق الاخبار او عن طريق حتى اي ابليكيشن او تطبيق على الموبايل، حالة الطقس دي بتأثر على حاجات كتير في حياتنا، بتأثر مثلا على الهدوم اللي احنا لابسينها واحنا خارجين برا البيت او حتى واحنا جوا البيت. فطبعا الويزر ريبورت ده حاجة مهمة مش حاجة مش مهمة. وهنا بيقول لنا fill in املأ the information المعلومات for your weather report للتقرير الخاص بالطقس بتاعك. فهنا المفروض بيقول today يعني اليوم is هو، المفروض هنكتب هنا اسم اليوم اللي احنا بنملى فيه التقرير ده. مثلا لو النهاردة السبت فهنكتب Saturday، لو الحد هنكتب Sunday، لو الاثنين Monday، تلات Tuesday، أربع Wednesday، خميس Thursday، والجمعة Friday. هنكتب اسم اليوم هنا هوت اللي بنملأ فيه الريبورت ده أو التقرير ده. تاني حاجة هنا بيقولك the weather الطقس looks يعني يبدو. هنرسم هنا صورة الطقس، طبعا احنا بنتكلم عن يوم صاني أو يوم مشمس، فنرسم هنا طبعا صورة اليوم مشمس وجميل، sunny day، الشمس طالعة والدنيا منورة وجميلة. وفي البوكس التاني هنعمل ايه؟
في البوكس التاني هنقول you can wear، انت تقدر ترتدي. وهنرسم هنا صورة الملابس اللي المفروض بنرتديها في الساني داي او في اليوم المشمس ده. وطبعا احنا بنلبس في الساني داي او في الايام المشمسة هدوم بتكون خفيفة مش تقيلة، بتكون بنص كم ما بتكونش تقيلة. فطبعا ده نوع الملابس او الكلوزس اللي احنا بنلبسها في الساني داي او في اليوم المشمس. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.